بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. زمان يا حبايبي لما بابا يسوع كان موجود معانا على الأرض، كان بيتجمع حوالينه ناس كتير قوي عشان يسمعوا كلمته، فكان دايما يحكي لهم بأمثال. والمرة دي حكى لهم عن مثل، وهو مثل الزارع. كان في راجل ماشي في طريقه رايح يزرع الحقل بتاعه، يعني الأرض بتاعته، وهو ماشي وقع شوية من البذور اللي معاه على الطريق، بدأت الناس تدوس عليها وجت طيور السماء وكلتها، وبعدين وقع شوية تاني على الصخور، أرض محجرة، فبدأت البذور تنبت، بس عشان مفيش مية ماتت الزرع. وبعدين شوية وقعوا بين الشوك، كبرت البذور وسط الشوك، بس الشوك كبر اكتر وخنق الزرعة وماتت. وفي الاخر يا حبايبي وقعوا الحبوب او البذور على ارض كويسة وصالحة للزراعة، فنبتت البذور وطلعت ثمار كتير. طبعا الناس اللي حوالين بابا يسوع سمعوا المثل وما فهموش اي حاجة منه، طلبوا من بابا يسوع ان هو يفهمه لهم، وفعلا بابا يسوع فهمهم المثل. أول بذور وقعت على الطريق هم دول الناس اللي بيسمعوا كلام ربنا، وبيجي الشيطان يخطف الكلمة الحلوة منهم ولا كأنهم سمعوا أي حاجة. تاني بذور يا ولاد اللي وقعت على الأرض المحجرة، دول اللي سمعوا الكلمة بفرح وقبلوها، وأول ما بتيجي عليهم ضيقة أو مشكلة بينسوا كلمة ربنا. تالت مرة وقعت على الشوك، طلعت ايه؟ دول اللي سمعوا الكلمة وقبلوها، ولكن هموم الحياة بتخنق كلمة ربنا الحلوة وما بينفذوش اي حاجة منها. واخيرا وقعت على ارض حلوة نظيفة، دول الناس اللي سمعوا الكلمة وحفظوها بقلبهم الطاهر الحلو النظيف، ودول اللي الكلمة خرجت ثمر حلو معاهم، يعني عملت حاجة حلوة في حياتهم. منها يا حبايبي في القصة دي كان بيمثل لنا او بيشبه لنا البذور او الحبوب اللي هي كلمته الحلوة، وازاي كل ارض او كل حد فينا بيقبل الكلمة، وازاي هموم الحياة والشيطان بيخطفوا الكلمة الحلوة دي مننا وما بيخلوناش نستفاد بيها. بس برضو في الاخر ورينا الحد الحلو او الارض الحلوة اللي مثلها لنا، علشان يعرفنا ان طول ما احنا بنسمع كلمته بيبقى قلبنا طاهر ونظيف وجميل. يلا حبايبي نقول الآية مع بعض: من له اذنان للسمع فليسمع. من له اذنان للسمع فليسمع. متى 13 آية 9. نقولها تاني مع بعض: من له اذنان للسمع فليسمع. متى 13 آية 9.